حنانة تري مقدمة حنان جليد والفارسات المرافقات لها، فشكرا لك على الطلقة الجميلة وتحية لكل الفارسات. وبغيت تسمع التشجيع ديال النساء شوية لفارسات مراكش. السلام عليكم اختي، كيدايره لاباس عليك؟ بخير. عرفي ليا راسك. انا اللي مخرجه. هو الفيديو من مدينه خريبكه. هو الفيديو دربا ما هيش هذه. انا في الوثائق ديال المقدمه حنان ومقدمه ميلوده، وتبارك الله بالنسبه لي انا كلهم مقدمات. والتحيه للمراه المغربيه اللي كتناضل وكتوصل تبارك الله، وتحيه لهاد البنيات وتحيه لهاد المقدمات. واليوم انا معاهم في مهرجان سيد الغليمي سنه والبارود. سلام سكينه، كي دايره اختي؟ لاباس عليك؟ عرفي لي راسك ومنين جيتي؟ تبارك الله هاد الفارسات. وشكرا لك يا اختي ميلوده، وتبارك الله هذه الفارسات تبارك الله. وكنتمنى لكم السلام والتيسير، الله يركبكم ركوب العز وينزلكم زوع الطاعه. يعني جيتوا من مراكش لسيد الغليمي، ومرحبا بكم في سيد الغليمي. تحيه لكم. السلام عليكم بنتي، عرفي لي راسك. جينا مع المقدمه حنان تاليد اللي ماشي اول مشاركه ليها هنايا. كان عندي معها عده لقاءات، ولكن هذه اول مشاركه ليا نكون في الصربه ديالها، وهذا شرف ليا. وكنتمنى السلامه والتيسير للجميع ان شاء الله. امين يا رب العالمين. قولي شحال من عام بنتي انت كتركبي؟ تقريبا شي 14 عام. تبارك الله، 14 عام وانت كتركبي، تبارك الله، اللهم بارك. ونتمنى لكم، وشوفوا تبارك الله، انا ما غنقولش شحال في العمر ديالك وما غنقولش شحال في السن ديالك، ها وجهها كيبين لكم شحال. وهي 14 عام وهي كتركب، اش غنقول لكم؟ كتركب وهي بنت 7 سنين، كتركب وهي بنت 6 سنين. واحد حليت عيني وانا الخيل في الدار، سي نورمال نكون كنركب وانا صغيره. كانوا عند الوالدين. الاب ديالي مقدم. تبارك الله، شكون مقدم الاب ديالك؟ ناصر مرسلي. وتحيه لمقدم الصربه ديال مدينه البروج. تحية للنازي والبروج، والتحية للمقدم ناصر الأب ديال توريا. وتحية لكم أبنتي، تحية لكم كاملة. وبالنسبة لي أنا راكم مقدمات كاملة تبارك الله. والله أنا كتعجبني المرأة المغربية اللي كتكون مناضلة، أنا راه تعجبني. تحية لكم أبنتي، تحية لكم. السلام عليكم، معكم فارسة إكرام تاليد، أختم وخليفة ديال المقاومة حنان تاليد. كان لنا الشرف أننا نكونوا من المعروضين مهرجان ديال الأشخاص، هذه ثاني مرة. وكان المستوى نظيم، في المستوى جمهور تاهو كان مساندنا وكان مشجعنا. الحمد لله تنتمنوا نكونوا ديما عاطلين. وشكرا لكم، ونتمنى لكم السلامة والتيسير. والتحية للمرأة المغربية المناضلة. سلام بنتي. هذه أصغر فريسة مع هاد البنيات تبارك الله، وما تبارك الله كلهم شباب وكلهم صغيرات، ولكن هذه هي أصغر وحدة. بنتي شحال في السن ديالك؟ السن ديالي 15. جيت تبوريضة على 8 سنين. على 8 سنين، تبارك الله، اللهم بارك. وكيفاش جاتك تبوريضة؟ وعلى ما تعلمتي تبوريضة؟ أختي ديالي ما حنان هي اللي علمتني، وبابا هو كان تيعلمني. تحية للأب ديالكم. تحية ليه اللي عطانا هاد المقدمة تبارك الله، اللي متعونا وكيفرجونا وكيفرجوا ماشي غير المغاربة، العالم كامل تبارك الله. كما كتعرفوا التعاود التبوريضة تبارك الله راه ولات عالمية تبارك الله، ولات معترفة بها الدول الأوروبية والدول الخليجية تبارك الله.
وتحية لكم وشرف لي تعرفت على هاد البنات تبارك الله وعلى هاد الشباب تبارك الله. شوفوا أنا كنموت على شي بلاصة كيكونوا يركبوا فيها البنات كنموت عليها. تحية لكم وناخذ صورة معكم. شرف لي هذا تصورت وسط المقدمات وتحية لهم وتحية للمرأة المغربية تحية للمرأة اللي كتكون مناضلة وكنموت عليكم. تحية للجبلية واخا هي ماشي جبلية مراكشية شادمية. تحية للناس ديال الشياضمة تحية للناس ديال حدرة ناس ديال الكرام وناس ديال الكبيرة حيت انا كنت صورت معاهم في مهرجان حد الدرا. تحية ليهم كاملين. شكرا لكم ابنتي والله يسخر لكم الله يركبكم ركوب العز وينزلكم من زول الطاعة. وتحية ليهم. هادو هما الخيل ديال المقدمة حنان. تبارك الله والتبان ها هو الشعير هنا تبارك الله باش كتشوفوا المرأة المغربية علاش قادرة. حاطين العلف ديال الخيل ديالهم حاطين كل شيء تبارك الله اللهم بارك. ما يكونوا الخيل قباح على الجميع السلام عليكم. تحيه ليكم. كي داير خويا بخير الله يكبر بك. هادي نجنب شويه على الشمس يا كلشي بخير الله يحفظك خويا والزمور ياك. تحيه ليكم. تحيه للعراعير ولاد شعيبه هي العراعير ناس ديال سيد الراوي ناس مرحبا ولاد شعيب الله يكبر بكم اخويا الله يحفظكم. هادو كلهم الناس ديال السطات هنايا. تحيه لكم الله يكبر بكم الله يحفظكم من لكم السلامه والتيسير. شو ندخلوا دابا كاين يطلع من الصاب باش لا كرسي اللي معاها أربعة الفارسات خواتات ديولها الصغيرة فيهم عندها 15 سنة كتمثل مراكش عمالة مراكش المدينة الحمراء. نتمنى لهم السلامة والتيسير. شكرا للمقدمة حنان جليد والفارسات المرافقات لها فشكرا لك على الطلقة الجميلة وتحية لكل فارسات وبغيت نسمع تشجيع ديال النساء شوية لفارسات مراكش. إذا نعطونا الشاحنات ديال ساقي المحك سائقي الشاحنات يدخلوا. أنا تالي حنان جليد والفارسات المرافقات لها فشكرا لك على الطلقة الجميلة
وتحية لكل فارسات، وبغيت نسمع التشجيع ديال النساء شوية لفارسات مراكش.